أسعد الله أسعد الله أوقاتكم بكل خير بجمال الحياة ولذة الحياة، وأرزاق الله تعالى لا تعد ولا تحصى. أدلة قصصية، تجارب المستفيدين من الحاكواباثي، العلاج بالماء الساخن لفوائد صحية وعلاجية متعددة. شخص يؤمن بالفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن الحاكواباثي يقدم نصيحته: توكلوا على الله وأعملوا بالنية ومتابعة شرب الماء يوميا قبل كل وجبة إفطار بحوالي ساعة حتى تظهر لكم النتيجة بحول الله، لأن مسألة الشفاء في أقرب وقت تأخذ الوقت من شخص لآخر بسبب مناعة كل إنسان على حد سواء. مثلا شخص ما عليل قليلا، فإذا أخذ في شرب الماء مع نية في أنه سيشفي فالنتيجة ستظهر في أقرب وقت. ومع الشخص العليل كثيرا فعليه بالصبر والمثابرة على شرب الماء الساخن حتى تظهر نتائجه إن شاء الله. فهذا هو مفهوم الشفاء وكيفية معانيه يا إخواتنا الأفاضل، وشكرا. إشادة معلم مدرسة بالفوائد الصحي والعلاجية للماء الساخن الحاكواباثي في بلاده أو في بلده. مرحبا دكتور فارس، أمل أنك بصحة جيدة مع عائلتك. لقد عممت علاجك بالماء الساخن الحاكواباثي في بلدي سيراليون، والآن معظم الناس يستخدمون الماء الساخن لأمراضهم. شفاء امرأة من السكر وارتفاع أنزيمات الكبد والكوليسترول. السلام عليكم، تجربتي مع الماء الساخن كالآتي: من حوالي 40 يوما عملت تحاليل سكر، لقيت 2.78 والخزان 11. قال لي صاحب المختبر أني مريض السكري كمثل جميع الناس. دخلت على جوجل وعثرت على طريقة العلاج بالماء الساخن للدكتور الحجري حفظه الله، وبدأت الاستعمال بالموازاة. ذهبت عند الطبيبة، قالت أن سكري مرتفع، لازم بعض التحاليل للكلية وأنزيمات الكبد والكوليسترول بأنواعه. عملت التحاليل، شافت الدكتور أن أنزيمات الكبد مرتفعة والكوليسترول مرتفعة. قالت إنها ستمهلني 15 يوما من أجل نزول أنزيمات الكبد. خرجت من عندها متوكلا على الشافي، امتنعت عن أكل السكريات وتقليل الخبز وشرب الماء الساخن على طريقة الدكتور الحجري. بعد مرور 15 يوما عملت تحليل الأنزيمات، نزلت الكوليسترول، أصبح طبيعي السكر، قياسه أصبح 1.40 صائم. الدكتور انبهرت بالنتائج، وبعد مرور 10 أخرى أي 25 يوما على أول تحليلة أصبح الخزان 8.3 واليومي 1.20 صائم. الآن من 15 يوم صائم
92 94 96 فاتر. بعد ساعتين 94 96 98 لما عملت الخزان سأوافيكم بالنتائج والله على ما أقول شهيدة. 18/5/2018 كانت إصاباتي بالسكر اليوم 11/7/2018 ولكي لا أنسى أرقي نفسي من العين والحسد يوميا. استفادت امرأة عربية بالعديد من الفوائد الصحية، زادك الله من علمه وفضله يا دكتور. فعلا طبقت شرب الماء الساخن تقريبا 10 أيام، والله العظيم أنا أشعر بسعادة لا مثيل لها. عمري 50 سنة، أجريت عملية استئصال الرحم وبعدها عانيت من هياه حبات الحرارة واليأس والشقيقة وآلام المفاصل والزيادة في الوزن ومشكلة السلس البولية والقلق والتوتر. صدقوني كل هذه الأعراض بدأت تزول تدريجيا، وأحس بطاقة عجيبة، شغل البيت، تحضير الطعام، تمرير رياضي سهل. أنا سعيدة بهذا العلاج الرباني، سبحان الله. العلاج أمام عيوننا ونحن لا نعلم. أنصح كل من شاهد هذا الفيديو يصدف فني ويسارع في معالجة نفسه، وبهذا المصدر الحي لا يخسر شيئا، بالعكس يرى النتيجة بنفسه. شفاكم الله وعافاكم، جزاك الله خيرا يا دكتور، وافقكم الله وسدد خطاكم، آمين يا رب.